أول مكتبة رقمية في الجزائر خاصة بمجال علوم البحار سيتم إطلاقها يوم 19 مايو المقبل، التاريخ المصادف لذكرى عيد الطالب الجزائري. هو ما تم الكشف عنه خلال اليوم الإعلامي المنظم بالمدرسة الوطنية لعلوم البحار وتهيئة الساحل، والذي خصص للتعريف بهذه المكتبة. وكان لنا يعني الحظ أنه إحنا اللي تبنيناها الأول الأولين في الجزائر. يوم الطالب بإذن الله اللي يصادف 19 مايو إن شاء الله راح نفتتحوها مع الطلبة والأساتذة اللي هما اللي عندهم الأولوية أنهم يطالعوا هاد على الموقع الإلكتروني virtual library.uanssmal.edu.dz. يكون عندهم الحق، كل واحد فيهم يكون عنده مستخدم، اسم المستخدم مع الكلمة السرية لكي يتصفح كل الوثائق المتاحة عن طريق هاد السوليشن ليمغالغي. طلبة المعهد سيتمكنون من الولوج إلى كل المراجع التي ستحتويها المكتبة، بما في ذلك بعض المؤلفات والكتب النادرة في مجال علوم البحار. لماذا قمنا بهذه؟ لأن شفنا باللي في الأزمة اللي فاتت اللي جزناها في أزمة الكوفيد، كي كان هناك التعليم عن بعد كان هناك ثغرة، يعني كان الطالب يحتاج إلى الكتب اللي عندها خصوصيات متواجدة إلا في المكتبات الجامعية، يعني اللي ما تصيبهاش في الجوجل. تعملنا بزاف نور ريسيرش اي ميم ميم سا فاسيليتي او ليو دو سي ديبلاسي باش تحوس على تال اوفراج ولا تحوس عليه دو شي فو ميم سي اون اوبورتينيتي ثاني كلينا احنا يعني طالع ان سيكيام اني شغل جو ان تروفي جو بينيفيسي بوكو دو سيت بيبليوتيك نيميريك. رقمنة المكتبات الجامعية في كل التخصصات يبقى هدف أصحاب هذه التجربة الرائدة من خلال إنشاء شبكة معلوماتية موحدة تربط بين مختلف المكتبات.